مسك الحزام بتاع البنطلون، نزلت اجري من العربيه. لي ما تخافيش ما تخافيش، انا بس عندي السكر. اتحرش بيا في الطريق ونزل من العربيه وقلع البنطلون قدامي وقال عندي السكر، وسبت الشنط وجريت على الطريق. جدل كبير اثارته الفنانه هلا السعيد نجمه مسلسل المداح على السوشيال ميديا خلال الساعات اللي فاتت بعد اتهامها لسواق اوبر بالتحرش بيها على الطريق، وده اللي خلاها تحسب الذعر وتقرر تسيب شنطها وتجري على الطريق. فيا ترى ايه الحكايه بالظبط وليه المتابعين هجموا هلا السعيد؟ البدايه كانت مع فيديو نشرته هلا السعيد على حسابها الشخصي على انستغرام، علقت عليه وقالت انها تعرضت للتحرش من سواق اوبر اللي كانت راكبه معاه، واتكلمت عن اللي حصل بالتفصيل وقالت انا واقفه في محور الضبعه وفجاه سواق الاوبر وقف في الطريق ده وقال لي العربيه سخنت، ببص ورا فتح سوسته البنطلون وقال لي ما تخافيش اصل عندي السكر ولازم ادخل الحمام. نزلت وسبت حاجتي في العربيه ووقفت في الشارع وبعت لايف لوكيشن لاصحابي، الحمد لله اني قريبه من البيت واننا في النهار. سواق اوبر حاول يتحرش بيا والحمد لله عدت على خير. انا قلت بعد اللي حصل بقى في تسجيل في العربيه، بس واضح ان مفيش فايده، اوبر الشركه نفسها لازم يتحاسبوا. لكن وعكس ما هلا كانت متوقعه، اتفاجئت ان المتابعين والجمهور بيهاجموها بدل ما يدعموها. فكتير من المتابعين شايفين ان هلا سعيد اتسرعت في حكمها على السواق، وانه ممكن يكون فعلا بيعاني من السكر وكان محرج يقول لها، وعشان كده اتحجج باي حاجه ونزل من العربيه. وقال المتابعين في تعليقاتهم على فيديو هلا، حصلت معايا قبل كده والسواق نزل فعلا يدخل الحمام لان كان عنده السكر، طالما ما قالكيش حاجه يبقى ما حاولش يتحرش بيكي، كان محروج يقولك انه هيدخل الحمام. ولما لقت هلا الهجوم زاد عليها من المتابعين قفلت التعليقات تماما وردت على الكومنتات وقالت لقيت واحد بيفك البنطلون قدامي وما قاليش من الاول ان عنده سكر، والناس طالعه تقول لي انت ظلمتيه، انا منهاره ومش قادره اتكلم والموضوع كان خلاص صعب عليا ولسه مخضوضه من اللي حصل ومش قادره استوعبه ومحتاجه اهدى شويه. وبعد ما مر يوم على الواقع قررت هلا ترجع تتكلم في الموضوع مره تانية وترد على الانتقادات اللي تعرضت ليها، خاصه ان كتير من المتابعين هجموها واتهموها انها ظلمت سواق اوبر. فكتبت ستوريز جديده على انستغرام وقالت وصلت البيت خلاص وكنت متوتره مش عارفه احكي الموقف بالظبط والناس فاهمه غلط، هو ما قاليش من الاول ان عنده السكر، ده هو واقف فجاه وقال لي ثانيه واحده ترمبه البنزين سخنت فلازم اقف ابص عليها. فطبعا اول ما قال لي كده رحت اتصلت بالتليفون على طول، بصيت ورايا لقيته بيخلع بعض من اجزاء ملابسه. يا جماعه انتوا سايبين الموضوع كله وبتقولوا لي انت ظلمتيه، انا مش مصدقه. ولحد دلوقتي الاراء مختلفه ما بين المتابعين والجمهور، منهم اللي شايف ان هلا السعيد افورت في الموضوع وان سواق ممكن يكون فعلا عنده السكر، ومنهم اللي شايف ان حوادث سواقين اوبر كترت خاصه بعد حادثه حبيبه الشماعه، وان السواقين بقى بيصدر عنهم سلوكيات تحرش واغتصاب زي ما حصل مع هلا السعيد ولازم الشركه تتحاسب. لكن لحد دلوقتي هلا السعيد ما قدمتش بلاغ فيه ولا السواق طلع رد على الكلام اللي قالته هلا السعيد. فيا ترى هلا السعيد هتنهي المشكله ولا هتقدم فيه بلاغ فعلا؟ في ناس مش فاهمه وانا لسه لحد دلوقتي متوتره، هو ما قاليش من الاول ان هو عنده السكر.